ان جالك خبر ان الليمب اتقلب من زودياك في الطياره ولا ايه؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. صدق الله العظيم. اه يا منافق، انت منافق، انت بمنخرين انت. ما تخلص يا قال، احنا هنقضيها بقى محايله عليك طول اليوم ولا ايه؟ خلص ما ترمي من الطلعه يا والي. الله، مش هطلع انا يا جدعان، يا جدعان في شر مين؟ خليك معايا انت بوعك ده. في شر مين ده؟ ولا في انهي فله بيحصل الكلام ده؟ اطلع مراتي ليه طيب؟ يمين بالله لو ما خلصت، لا مؤاخذه دراعك بس يا جنب المأمور، لا اكون مفرغ الفرفل ده في دماغك. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عمده. لا يا رب كل حاجه تقف عنك وما تشتغلش. طلع ربنا يتقبل يا اخويا، ويبتليك بمرض يخليك تتنطط في الارض. طلع مع اني زعلان منك وانت غلطت فيا، بس برضك اني ايوه. انت ايه؟ دايوس صح؟ انت دايوس ولا ايه؟ انت قول ورايا يا ولد. قول ايه؟ زوجاتي فتحية بنت حسان طالق مني. ربنا يتقبل لك يا عم حاجاتك. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عودة. خد من الحق ربنا يكبر وشه وكعبه وانصره بجد. حسب الله ونعم الوكيل فيك. يجازي شطانك يا بنتي يا قدر. ايه؟ ما هي لازم انا اقرصك في ركبتك عشان احصلك في جمعتي. تحصلي بيه؟ عشب ابليس في الجنه. اخصى عليكي. فتحكي لنا يا بنتي يا فتحيه ايه اللي جرى بناتكم؟ مش هحكي حاجه، خليكم كده على نار. بقول لك يا بنتي يا فتحيه، ما عندوش ابن عم، ابن خال، اخ، ده انا حبيبتك. لا يا اختي، بقطع بيت شجر. ايه؟ طب خليه يشوف لنا ثلاثة فندية أصحابه يكونوا نفس القطعية. أو النبي يا بنتي يا فتحية، لحسن أنا خايفة أبوه. يوه، صعبتي عليا يا بنتي. وهي هكلبهولكم بس على شرط يكون شبهه، كلامه سكر شهد مكرر. ايوه، ويكون وشه زي وشه بالظبط. حاكم هو وشه عامل زي الفطير المشلتت. لك عليا اعمل لك عروسي من عين كل اللي شافك ولا صلوش على النبي. ويكون في طوله وفي عرضه. ايوه، اذا كان كده يبقى هتستنوا كتير من غير جواز. حاكم سليبي مفيش بينه. انا عرفت الفتاه. رايح فين يا سليب؟ مش داخل الدار؟ لا يا بنت الناس، انا ما ينفعش اخش الدار خلاص، يعني هيبقى علاقتنا حرام في حرام. ليه؟ كف الله الشر. انت ما بقيتيش تحليني خلاص. يعني ايه؟ واللي حصل امبارح في ليله الدخله؟ امبارح كنت تحليلي، انما النهارده ما تحليليش. تحليليش؟ بالك يا سليب. لا انت طلعني منك يا حبيبي. طلعتني؟ ايوه، انت هتتهدي بالسلاح. ياا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 ا
يا بسبتك يا فتحي، يا فضحتك يا بنتي يا فتحي. والله انا وافقت بس كده، انا استنى بس وافقت عشان هو، عشان بقى افكر بعد كده هعمل ايه. انا بقى مش عايزكم، والمصعب ده عايزكم بقى. انا هوقع في البلد دي، انا هقطع الشجر بتاعه وسد وسد الترعه وهموت الجاموس اللي في قلب المنطقه كلها. اظهرني وش يا حمزه ووريني شكلك عامل ازاي. يعني انت هلا انت لسه عندك تعمل ايه يا هلا؟ انا كنت بمنع على التعليق. ايه؟ لا غور يا الله. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا حمزه. غور وحياة امي لحدامك مطلوب. يا الله يا مجنون. غور يا الله يا مجنون. غور يا تجدهي. ايه يا قمر؟ ايه الحلاوه دي؟ انا خايف عليكي من عيون الناس، هتاكلك اكل. ما تخش جوه. اخش فين يا عبد؟
يخش هو معلطي نفسه كده وجهزي ها وتغندري وجهزي الليلة بتاعتك دي ليلتك يا عروسة يا عروسة يا لهوي بس قمر قمر يا ناس قمر قمر البنت دي وزه وزه ايه يا عمده دي بطه انت مال اهلك انت مالك انت ومال البط والوز انت تتكلم في الجاموسه في البقره في الغربه ورايا يا حمار وكأن القيامة هتقوم يا رجالة يطلقكم مراتك بالقوة حقها بطردة وسمعودي أما إيه عند الحاجة وانت كنت شوية مقضيها لي الغاز اللي بتطردة وحلقودة أنا بقول لك خد مني مراتي غصب وتدار خليه طلعتها غصب وتدار لا حول ولا قوة إلا بالله وأكيد شيخ البلد كان حاضر ومولس معاه وهو ده شيخ بلد أنا عارف شكل شيخ البلد انا لسه جاي من الكفار وعارف اشكالهم عاملين ازاي ده شكل الكفار ده هيترمي في النار بماشا ماشا دي حاجه ما يتسكتش عليها ابدا يا رجاله طب وهنعمل ايه يا اخواني وهي دي فيها عمايل زي ما صلاه من مراته بالعافيه لازم مراته ترجع لعصمته غصب عن عين العمده والله عايزين نفرقوا على العمده ده هخلي وجه الارض كله يتفرج عليهم يبقى مرناطه كده في قلب الارض هتشوفوا هتعمل ايه يا سعيد اللي هعمل ايه انت هتشوف اللمبي هيعمل ايه هي ديتها بس كده راح ساقط على السيده زينب وانزل على البرتيتا بتاعتي الواد سعيد نجعنا وحسن ابو خد كبير بنيجي نطربعها بقى عليه هنا في قلب الليل بس انا اجيب المفتاح منين والباب الساحر اللي عشان خاطر اروح فيه للسيده زينب يا حول الله يا رب الراجل بيخطرف يا جماعه بقول لك ايه انت احسن حاجه تتخ عيارين تجيب عجله لا احنا نرميه في الترعه احسن يا رجاله يا رجاله بالراحه على الزعيم الزعيم تعبان بقول لك ايه يا زعيم أيوة. انت تيجي عند الدار تريح شويه وتغير الهدمه اللي عليك دي وتاكل لك لقمه أيوة. قلت ايه انا موافق هو طبخين النهارده بلوزي بلوزي اللي هم بيلزقوا بيها الاعلانات في الشارع على الحيطه دي اعلانات ما دي وايه الميه ده يا فتحية بتعمل بالبيرو يا رفقة حن اسمها عواطف نكتب ولا عايز اعرف اسمها تتحرق وده ايه ده كمان بقولك ايه بس الواد الزعافة ده من هنا اخرج يا شيف شريف اسمك شريف أم لو مش شريف كنت هتبقى عامل ازاي تجردتني يا هانم من كل قصاصاتي يا راجل اجري انت كلك على بعضك جريدة يلا انت انا هنا سيدة القصر يلا قصر حقك يا خدامة بقول لك ايه خدامة بس بشرف بصي شرفك والنبي يديك ساعة عالدائري بيبقى شرف ولا غيره اعمل فيكي ايه اعمل فيكي ايه وادعي عليكي بايه وانت فيكي كل العبر وصي 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 بتشتمك بتشتم جدك ازاي والله العظيم صدر جدك دلوقتي ولا مش عايز اقول اخرجي عواطف بره يا لهوي عينك اللي زي البيت لا ابو النبي خرجيها ليه ده اكل اسهل ايه دي غلبانة ودي ست بردك خدامة يعني شيني دي حطي دي حاضر زي الكلمة اخنقك ولا اعمل فيك ايه انت وشك ما فيهوش حاجة تتعمل فيها حاجة ماشي يا بيئة يا دوكر اسم الله عليك يا اللي جاية من هاي فاي باي هاي فاي باي انت ان شاء الله ربنا يا حدبوت هتاخدي ضربة من تحت باطك ان شاء الله تخرج من وسخريخ ودانك مش في فيك مجنونة من قلب التست مش عارفة هتموتي مني ليه؟ مولعة ليه؟ ها؟ أنا واثقة من نفسي واثقة من نفسي أنا واثقة من نفسي وعارفة أنا عارفة أنا عاملة إزاي ما وردش عليكي مرايات تبصي فيها لا ياخدها أجيب مراية ليه؟ المراية وحسين يجيبوا نفسهم حلوين وأنا بعفرين يا خدامة وأنا هنا سيدة القصر قصر قصر حقك يلا يا أخي يكسروك على الدائري ما يلاقوا فيكي حتة خلصتي؟ طب انا ليه عمال افعص فيها كده؟ ليه ما بنستخدمش الصلصه الجاهزه؟ ده الصلصه الجاهزه؟ الصلصه الجاهزه يا حبيبتي دي ما تبقاش طبيعي، والراجل بيحب كل حاجه طبيعي، يحب الست طبيعي، يحب الاكل طبيعي، يحب كل حاجه طبيعي. طبيعي؟ ايوه راجل ايه ده اللي هيخش على مراته وهي ريحتها كلها طبيخ وبصل وقرف؟ يعني ايه اختي يعني جاي من السنزليزيس بره؟ ما كانش جاي ده كان بيتنطط من الاتوبيس دي توكتو اللي مش عارف ايه وابصر ايه وعمال يشم في ريحه ده ويخش بمناخيره تحت الباط ده مفيش ميه يا بنت لما يجي كده
ويشم ريحتك. ممكن تشمي عرق. اشم عرقه ليه انا؟ اشم ليه؟ ايه المزاج في كده يعني؟ ادي المزاج. من على ايامنا كان الجواز كده، كان يدخل العريس اول ما يعرف فتحه باسم الله الرحمن الرحيم يروح رافع باطه والمره تروح داخله تحت باطه. اتكيفت يلا ياخدها ويشحنها ويرميها في قلب الزودياك. خلاص خلاص كفايه كفايه يا قطط، قرفتيني. انا خلاص خلصت الطماطم اهو. خلصت ايه؟ الطماطم. طماطم؟ اسمها قوطة. قوطة. اسمها ايه؟ قوطة. قوطة. قولي ورايا قوطة. 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 ايوه كده. خلاص؟ خلاص. اتفضلي. خلاص هاتي بقى الطماطم. انت لسه قايلة قوطة. يا اختي هو كلام نسوان بعد من المطبخ وما نتكلم في خلاص هي دي؟ قطقطة. بس كده حلوة أوي. حلوة؟ أيوة. ميرسي. بس. هاتي بقى الفرقة. أهي. فرقة كده. وورك كده. طب والصدر؟ ما اعرف صدر بقى زي الفل اهو. يا مرد عجيان. لا قطط انا ما اقصدش صدرك انت، اقصد صدر الفرخه. ما ايوه يعني بحسبك بتتكلمي على صدري. فكرتيني. طب انت عارفه الواد ابن بنتي؟ الواد ابن بنتي كان عنده كلبه بلدوج. كلبه البلدوج دي خلفت ايه؟ 4 كلاب تانيين بلدوج وماتت. صعب عليا الكلاب الصغيرين بلدوجات، ورحت الخطاب وقعدت ارضع فيهم وكبروا بصلات النبي وبقى فيهم واحده مكتوبه دلوقتي. كلبه ايه يا قطاطه؟ انت بتشتغليني انا هموت واعرف انت بتش. انا بحس ان انت بتشوفي حاجات غير اللي احنا بنشوفها وبتشوفي ناس غريبه. بتشوفي ايه انت؟ يا اختي انت بتفكري انا اتكلم في ايه؟ انت تفكري ان السواد في عدد المطابخ في البيوت كلها هيتكلموا في ايه؟ يقعدوا يتكلموا على دي ويقعدوا يشتموا بدي ومحدش عاجبهم غير هما. وتبص تلاقي المره من دول سرح الكاتب الجربان وقال لي في احسن مني. هي كده كلام نسوان تعملي ايه؟ مزوع. يا قطط انت شكل الليمبي كان بياكل من ايدك كتير قوي صح؟ ليمبي يا حبيبي يا ليمبي انت ليمبي ده مش هياخد مني من الحاجات دي اهو. بصي جاي اهو بيشاور عليا. هذا يا ولد هذا يا ولد. الحب مش بالعافيه. الله 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 الحياة والخشة جرافيه امها وقفة تترجفي للمراجوز. طب ما بتترجفي ليش اني لا هو انت خطيبي؟ طب هو حبيبي الله شغلت رنة وبندقية معمرة بالقوة هرقص له واحب اللي بالي يا ما تخلاش. يا دي حلوان فين الزفة يا ولد؟ ايه يا بلد مش هتزفوني ولا ايه؟ بيان هام مش عايز اسمع هسه دبت نملة زقزقت عصفورة ولا حب اسمع حمار ينهق ولا بقرة تنعر خصوصا في الليلة المفترجة دي. فاهمين يا حوش؟ هو فيها الحوش يا عمدي؟ انت الحوش يا غبي. بطاية فاهم يا عمدة فاهم. نورجتك ده يا فمك نور يا الله. وانت يا اختي بتتحسبك ليه يا بنت؟ انت يا روح امك انت مش قلت لك تخلصي من زمان؟ حاضر يا عمدي. يا اخويا ها انا عايزه ايه؟ لا لا صحيح في ايه يعني؟ تعالى يا عمدي. وطي صوتك. طيب تعالى ايه بالراحه ايه ده؟ خير يا نور عيني. خير يا راجل مالك في ايه؟ لا يعني اصل الزفه خلصت وانت كلك نظر يعني بعد الزفه ايه؟ الاجراءات يعني. انت يا راجل مش زفيت واتزفت واتنيلت بستين نيله في ايه تاني؟ واني يعني هجيب العيل بالزفه بس اياك؟
احنا مش اتفقنا يا عمدة ان ليلة الدخلة دي تقضيها معايا يعني؟ حصل. ايه اللي جد؟ ما جدش، سيبيني والنبي اخرج بس. تعالى هنا اهو. ايه؟ قدامي على السرير. فين؟ اطلع السرير. حاضر يا بنت ادري. حاضر. نعم اهو. وطي اللمضة يا عمدي. ليه؟ هي غارق؟ وطي اللمضة. حاضر يا بنت ادري. ايه العجلبيتك يا عمدي؟ سر الشر يا مقتدر. ايه العجلبية يا عمدي؟ نامي لوحدك يا عيني. العمدة مرضه مني الليلة، ده ما بيستغناش عني ابدا. ومن نجمة تقومي يا بيت تكنسي وتمسحي وتطلعي على الزريبة تحلبي وترجعي يا بيت تنضفي الدار. العروسة قال. والنبي يا رب فكني بالعبده وظلمه وجبروته ورجع لي حبيبي جوزي سليبي. يا حبيبتي في الحياه سليبي. يا حبيبتي حبيبتي اطلعها. ايه رايك يا بنت في المفاجاه دي؟ حبيبي يا سليبي. الحمد لله الحمد لله. أخيرا فتحية القدر جنع بعدنا البعض بعد ظلم الحينك حولنا. قلبي قلبي وبهجتي فداك يا سليبي. أخيرا أخيرا السبع بناية اللي بتبناه بالدنيا. حبيبتي فتحية أنا قول قول يا عيني. أنا إيه؟ أنا جعان أوي يا حبيبي. يا عيون قلب فتحية من جوه. تعال 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 شوف تعال شوف أكل العروسة. الأكل بينادي أكاله. كل ما تحبس يبري. الحمد لله ربنا بيطلع من هنا وبيمسل من هنا. ألف الحمد وشكر لك يا رب. طب البوهيب أيضا هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل فين؟ أنا روحت بينك والكنز راح كمان. يا بنت كنز ايه؟ الكنز الحقيقي اهو. هو ده الكنز الحقيقي. تقول له كنز ومش كنز خلاص بقى الخيرة في ما اختارها الله. يعني ايه يا سليبي؟ يعني ايه؟ يعني انا من الليل للليل اجي لك اكل واللقمه وقنعت واروح واخد بعض متكل على الله وكده خلاص. هو ده حلو قوي. هو ده الكنز. يا بصيبتي يا بصيبتي يا فتحي نهار كسوت يا فتحي هتسيبني يا سليبي يا بصيبتي. بتحبيني يا بنت؟ يا بنت مش انا اللي اضحي بيك عشان حمامه ولا حمامتين ولا ثلاث حمامات يمكن اربع حمامات اغير رايي. بس اسكت لا يسبعوني. ايوه بقولك ايه فتحي انا سالت واستعصصت. ها سالت واستعصصت على علاقتنا احنا الاثنين. المفروض ان احنا نتجوزون بعد من سنين او من زمان او من يعني من يومين. فاحنا مفيش. انت تحلي لي دلوقتي يا بت. انت تحلي لي وجواز اللي احنا جوزناه ده صح والغصب في الطلاق ده ما يجوز. يعني انا دلوقتي عايزه يعني انت شايف كده يا سليبي؟ وانا شايف ده كده ده انا هعمل انا هموت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فين يا عمدي؟ سمعت صوت بره. اتكن ونام. والله سمعت صوت بره. بقول لك نام احسن من النجم انزل على المركز وابيع الارض كلها لاخوه وهتطلقني واتجوزه وتبقى واحده بواحده. خلاص خلاص اتخمدي وادي قاعده وهتنام. هتنيل على عين امي. Thank you.
يا نهار اسود ومجليط بجله ومرشوش عليه زفت وقطران. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ في بيتي وعلى فرشتي؟ استنى استنى. لا صاحي. صباح الخير يا حضرة العمدة. سيادتك عايز 2 لبن ده حليب ومعاهم بقسمتين خيارة. خيارة؟ ايوه. داري اللي حديك من منقي خيار. بتعمل ايه هنا؟ صباح الخير يا سليبي. صباح الخير يا تروحة. حياتك بقى زودت الاوردر عشان خاطر صحي تقابل المرة تفطر معانا. انا عارف انه ده راست اوردر. اهو اطلب بقى انت عايزه ايه. انا نفسي في ما هو قال لي يا اختي وهو طلب مني شايبه حليب وبقسمتين وخياره انما القته عليا لي ده انا حصرب من دمك يا فتحي. اثبت يا عم الحاج اثبت. ايه انت هتعمل ايه؟ اثبت محلك. انت بتتكلم مع مراتي. مراتي وانت واخدها مني غصبانيه ومن ساعه ما خدتها مني وهي برضك مراتي على ذمتي. يعني الطلاق الغصب ما ياكلش. صباح يا بركة يا عريس. صباح يا بركة يا عمدي. اصحى يا عمدي. يبقى انا جاي لك انت اخرى هو تستنى عليا شويه. كبارات البلد جايين يباركولك بنفسهم يا كبيرني. انا من رايي ان انت تطلع تبارك للناس اللي بره دي ها وتقول لهم متشكرين جدا على عار اللي انت حاطط نفسك فيه. يا عمدة انت خلاص بقيت مغروس في العار. انت بقيت بتعوم في قلب العار. نطلق كلك على بعضك كده عارف عار. كفاية كده يا سليبي. الراجل ده برضو في بقابة ابويا. شايف انا نعم قصيدة البت دي والله بسون العيش والملح والله. بحبك يا سليبي. وانا يا بنت انا موت في ان انا عينيك من الداخل. ما تجيبه بوتا بقى. بقى يا سيدي. هذا الموقف يسخن وجودك مش حلو على قلبك يعني. صحيح صحيح اللي بيحصل ده مش كويس على قلبي. اصحى بقى مش كفايه عسل باقي. هل رايح وراجع ما تتحركش. انا عارف انا عايز اهرب دلوقتي. تهرب ليه؟ لا لازم اهرب دلوقتي انا مش فاضي. انا ايه ده بيتك وده مطرحك ودي مراتك وحنا حراضيك وهنسويه وحراضيك والله. بس اصبر عليا بس راجع لك. حضرتك وكمان خلصت الاكل كله يا لمبي. ده عمل لي عمل حنوبه على صدري. انا والله نستنى لحد ما يجي الراجل ده. يلا نهرب يا سليبي. بس نهرب فين؟ انا مديله كلمه خلاص لازم اقف موجود معاه. انت بتقول ايه يا سليبي؟ يلا نهرب. يا بنت بهزر معاك طبعا. يلا هاتي شهد التربه ده والجلبيه. بسم الله ما شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ الصبا والشباب دب في وشك كانك ابن 18 سنه يا عريس. صباحيا مباركه يا عمده. خليك قفشه جنب. خليك قفشه جنب. استني هنكفي على وشي يا سيدي. كده حلو قوي. بس بسرعه. اللي جابك الحته دي هنا مش عارف انت جاي ليه. بسرعه يا سليم زي ما اتفقنا. متفقين على ايه؟ انا عارف اتفقنا على ايه بس يلا تعالى اركب وخلاص. حاضر حاضر يلا اهو اهو. انا مهلك على مهلك يا سليم. طب اخبي وشك يا سليم. اخبي وشي ليه؟ ده احنا بنهرب. يا لهو بالي يا فضحتك يا عمدي. يا حضرة العمدي يا حضرة العمدي يا حضرة العمدي يا حضرة العمدي يا فضحتك يا عمدي يا فضحتك يا عمدي يا فضحتك اللي هتبقى على كل لسان يا عمدي. ايه يا ابني احمر انت ما تتكلم في ايه؟ ست فتحية هربت مع الليمبي على الكاريتي. يا نهار مش فايت. ده مين اللي بيلعب ده؟ ده برشلونة. لا ما بحبش برشلونة. أنا عايزة إنبي. حاضر حاضر بعد الجيم ده. يلا دوسي إكس. أدوسي إكس؟ آه فين الإكس؟
اكس بس مش اكس اسمي اكس بندك اهو عشان ايه بقى بيباسي 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 ايه بيباسي بيباسي يعني بيعمل كده بيباسي اهو بيباسي شط زهقتيني دوسي دوسي يلا اهو كده اهو اكس شط يا قطط انت كسبانه لغايه دلوقتي اه ما انا عارفه طبعا خلبوسه اما انت فاكر ايه بدي بلعبها على طول في الشارع ايه اللي بتلعبيه البنك البنك الحكم ده على فكره بيسنكل اللعيبه لا ما يقصدش هو بيوقعهم وهم بيوقفوا ما يقصدش يا قطط يلا انا الخناق الحكم خلاص صفر بيوقع اللعيبه خلاص قال لك جيم اوفر خلص ما تيجي نرقص شتحت الحدوته يا قططه؟ ما انا بس تعال نرقص يلا ماشي يلا يا اللي تحت ويا اللي فوق ايه ده لا ايه ده؟ هتجيب المطرب هنا؟ تامر حسني؟ هكلم تامر حسني ليه؟ هشغل مزيكا حماجي؟ 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 لا محمد حماجي؟ يلا 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 انا ده حلو قوي يلا انا عارف طب النبي عليك يا قطه يا بطه انا ما كنت بقول كده يلا انا ولا مره امي وابوك كانوا مش بس ماتوا تحت فين والله كلام يا فني تحت يا ابو انت تحت يا ابو طب 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 على فكرة انت اللي عامل اللي عامله دي وما غضبان عليك عشان كده خلي شكلك وشك كده تفتكري ايوه لو ري عليك وشك هيبقى زي بني ادمين ودي ايه الزيارة اللي من غير مناسبة دي ابدا انا كان عندي مشوار هنا جنبك كنت بزور دكتور صديقي قلت عد عليك هنا ما كان عمل بقبض عليه فلوس ربنا حاسبنا عليه لو ما اشتغلتش بالفلوس دي هو ما فكرتش ليه في حساب ربنا وانت بتفتري على قطاطة وتبهدلها وتمرمط بكرامتها الارض انا حر يا اخي في شغل سجينة عندي وانا حر الولية عاملة صوابعها العشرة شمع عشان خاطر لميس لميس اللي ما حلتكش غيرها في الدنيا ولا دي كمان ملهاش اعتبار عندك انا الاعتبار الاول والاخير عندي للقانون الست طيبه وبتعمل خير لكل اللي حواليها كل الحكايه ان المساجين شادين حيلهم معاها فعايزاك تنصفها منهم وبعدين يا عباس ما تنساش لولا قطاطه ما كانتش اللي اسمها سلامات دي قاعده هنا وكان زمانها في سويسرا ومتبغددة وجات لها الفرصة على طبق من ذهب عشان تنتقم من قطاطة اللي خدمت العدالة ودلوقتي واجبك انك تخدمها انا بتهيألي ان انت لو كنت طلعت محامي كنت هتبقى محامي كويس قوي طب احمد ربنا بقى ان انا ما طلعتش محامي ليه؟ كنت حمرمطك في المحاكم لوا افهم عسل يا ستة قطاطة عسل واحدة ثانية والنبي واحدة ثانية أقولك يا ستة قولي أقولك بيقولك واحد ميكانيكي راح للدكتور يكشف كتب له على قطع خيار يا أختي عليكي وعلى قعدتك الحلوة يا بنت دي فوق دي مالها كوثر ما مالها كده هي كده تبقى كويسه وزي الفل وفجاه تروح في حته تانيه حته تانيه أيوة. لما تيجي نروح معاها على الاقل نفك على نفسنا شويه نديها ما تنزلي يا بنت انزلي يا بنت الزين انزلي يا بنت لك اقدر من الدم الزيني هذا فوق عاملاني فيها على الصوره عادي مالك يا بنت
مالك يا بنت كده ويا بنت كده مالك؟ هيكون مالي يا اختي غير همي اللي انا شلته وانا لسه في اللف. اها ادي كنت اللي بتقولي يا بنتك همك لسه كله لسه على بعضك واللفه. ايه اللي حصل بقى؟ فاتفضل كده واحكي صدرك عشان ما تطرش اللي في قلبك يا بنت وقولي بجد هنا السجن ليه؟ مش هتصدقي يا ست قطاطا والله. امي يا اختي هي اللي رمتني في السجن. ما خليتك السجن؟ ليه؟ كانت فاكره مدرسه داخلي؟ كملي يا اختي كملي. امي طول عمرها يا ست قطاطا ما بتشوفش يا اختي غير نفسها وبس. ايوه. وكل راجل بتقابله بتتجوزه. والراجل ده يا اختي عينه بتبقى على حاجتين. عين على فلوسها والعين التانيه على بنتها. ايوه. اللي عايز ينهش في لحمها وهي نايمه. حبيبتي. والمفروض يا اختي ان انا نايمه وسط اهلي وعيلتي وفي بيتي. وجه في مره راجل منهم دخل عليا وانا نايمه كان عايز ياخد مني احلى حاجه في حياتي. ايوه يا بنتي يكون عايز ياخد السجاير. لا يا اختي كان عايز ياخد شرفي. لقيت نفسي بضربه على دماغه بحاجه ولقيت نفسي هنا. يا بنتي امك موقفها ايه؟ امي؟ ايوه الموقف بتاعي. امي يا اختي بتدور على عريس تاني. بتدور على ايه؟ على عريس تاني. عشان تموتيه؟ يا ده على الغلبان ده بعدين من الايام. ايوه. يا ده على البني ادم. بني ادم لما يبقى ملتصف بيبقى الناس رايحه بوجه عليه بتدوس عليه كانه فرد الجزمه. بس انت عارفه يا بت؟ انت عارفه؟ انت بنت جدعه. والنبي انت بنت جدعه جدعه. عشان عفيتي على نفسك وعلى شرفك. ابوكي لو كان عايش كان يتفسخر بيكي. الله يرحمك يابا. ويولع في امك. اضحكي يا بنت اضحكي كده كان هم فيك وفي امك. اضحكي يا بنت. انا النهارده جالي تليفون من البلد فيه مشتريين للارض عايزين يشتروها. يا ساتر اخيرا هتتخلص منها. الف مبروك يا عباس. والله انت عارف الارض دي قلت امشيها من غير مشاكل عشان اما اموت. يا راجل افرح لك مره بقى في حياتك. والله فرحان بس انت عارف انا قلبي ما بقاش مطمن علشان خاطر لميس. يعني عايز اسيب لها كل حاجه صح. ربنا موجود يا راجل وان شاء الله لميس هتكون بخير وهتكون احسن واحسن وهتشوفها احسن مما تتمنى لها كمان. انا هسيب طبعا لميس مع قطاطة في الظروف اللي انت عارفها دي. فانا عايزك تبقى موجود معاهم. ده هم 3 ايام بالكتير. تكل على الله وسافر. ده بيتي ودي حفيدتي وانا ان شاء الله هبقى شقر عليها بالتليفون. بالتليفون؟ ما تبعت لها مسج احسن. ده اسلوب حمار. حمار؟ ده حوار حوار يطلع من راجل زيك. انت ايه؟ واخد دكتوراه في الاباحه والرتح. والله وجه الزمن يا اسماعيل ان انا احتاج لك. شوف لك حد يحرسها لك على ما ترجع. انا شخصيا مش فاضي. سلام. هتعمل اللي بقول لك عليه ورجلك فوق رقبتك. ايه بقى قابلني. ايوه يا عم صالح انت فين؟ أنا واقفة هنا أهو مستنيك. أيوة أنا شفتك يا عم صالح. أنا شفتك أهو. أنت أي شفتك يا سنية؟ طيب يلا مستنيك. أنا جاي أهو. طيب اقفلي اقفلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. حد خد منه العربية دي يا جماعة؟ جبان خبط وجري ومحدش لحق ياخد رقم العربية. حد يا جماعة يتصل بالإسعاف عشان اتفرج على الراجل وهو مرمي كده. لا إله إلا الله. 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 لا قوة إلا بالله. ركزي معايا يا عواطف. نزلي الماسك كده. ها؟ واطلعي بقى بالراحة وقفي قدامها. حول ولا قوة إلا بالله. الولية ولا كأنها شغالة في الفاعل. دماغهم عليها مش نايمة. يلا ما باليد حيلة. أمر لله. أم قطاطة. أم قطاطة. مين بيلعب؟ بيلعب؟ أنا أم قطاطة. مين؟ أم قطاطة. مين يا عاد؟ عايز إيه يا عاد؟ اصحي يا أم قطاطة. مين؟ اصحي معلش يا بقطط. اصلي خلاص وصلنا الفيل واذا بنا ستة لميس مستنياك. يلا انزلي.
انت نمتي؟ اما قطعت بيتك مع نزيلك السودة عزيز. معلش عشان خاطر نزلي عشان الست لمس من سنياك. طب يلا ارتاح دلوقتي. ماشي يلا بينا. يلا سير مش عارفة تاكل فين. حاضر انا عارف. نزل يلا نزل. حاضر نزل. يلا يا حيوان. نزل اهو. تربيتك انت ايه؟ انا هفتح لك اهو. انا هفتح لك الباب. ارتاح الباب. لا مؤاخذة مقاطعة بس الأوامر علينا كانت تفضل لما قطعت. الأمر لله يا حبيبي. أيوة. ايوه انا هات لي خربتك على فرقان الصدري. لا مؤاخذه انت على فرقان الصدري. ما خدتش بالي. ما انا بدي اتعز بدي ايه مش عايز حاجه. انا عايز اقفل الباب بس ما ترجع في الباب. عايز فرقان يا ابني عندي دول. انت عبيط يا فهد. ايوه انا عبيط. انت بتتكلم كلام وانت مش عارف انت بتقول ايه. ايوه انا اللي غلطت. خدش يا ام قطاط خدش. ارجع يا سلام. انت استنى هتمشي كده اهو من غير ما تدعي لي. يا سلام يا ارضي روح ربنا ياخدك. ربنا ياخدني. بقول لك ادعي لي. نبدا ربنا يريحك. بدك ربنا ياخدك يريحك. صحيح. اسمع. طب ادعي لي. الهي خير بيتك. امين. الهي تغطس وتقب. امين. وتنزل في سلم. امين. وتودوني عم يحاول ابوك. امين. ويجعل يا رب كتير في ايدك قليل. امين. لا يا رب وانت بس كده ربنا يروح بيت ابويا يا رب. امين يا رب. امين. مع الف سلام. مع الف سلام. وربنا الست دي بتحبنا اكتر من امي. ربنا يولع فيك يا ابني انت وانت وامك. مع الف سلامه. مع الف سلامه. الف سلامه يا امه. مع سلامه يا ابني العريطه. الف سلامه. الف سلامه يا دريس. دريس بدي عواصم. مفيش هنا كوبس ولا حاجة؟ مدي عواطف؟ مدي رد؟ عباس! عباس! هي بصي دي ست كبيرة تطب مننا ساكتة ودي قرشانة ولسانها قد كده تبهدلني. عباس! مش بقول ايه ده؟ نقول البيت عواصم قتلت اللي في البيت وتبعت في الزيت والسكر وطفصت بغم رزوي. بدي عواصم. يا أما أنا خايفة. يا أما عباس بلاش يا أختي بلاش. تخفيش دي طيبة جدا. ماذا بسيدي بخط؟ عواطي! البيت! البيت عواطي! ايه تطب ساكتة يا جراح. مش هتطب مش هتطب. يلا بس مش الراس! البيت عواطي! عواصم! بيت! عباس! انت عفريت؟ عفريت؟ نسمى ريحة الخدامة المعفرنة. ايوه ده عالي يا رجال. انت اللي بيتك. انت اللي بيتك. انت اللي بيتك. انت اللي بيتك. انت انتي بخدوني. احنا بنهزر معاكي. خدي قلبك على ايوه عم. ما تخدتي انت حد يخطف ولا حد يهزك. ده انا محضرالك مفاجأة. ده جده مسافر تلات ايام. ليه في دقيقة مستشفى؟ لا لا سافر البلد. سافر البلد يعني يموت في وسط اهله؟ لا مش هيموت هو سافر عادي.
يعني هيروح مش هيرجع؟ لا هيرجع ان شاء الله بعد 3 ايام ان شاء الله. هيك بقى يعمل بقى في اللعبه دي؟ ماشي نعمل بقى نخده ونرميه من البلكونه. ماشي زي ما انت عايزه. ماشي. ليه يا طنط انا بهزر معاكي؟ قلت لك خلاص. هو مين اللي انت كلم؟ معلش معلش دي عوار. مين اللي انت كلم كده برضه يا موسى؟ تخدوني كده بال الوزر ده؟ كنا بنلعب معاكي يا عم. معايا دي وانتوا وانا من دوركم تهزروني كده؟ طب خلاص انا ما اقصدش، احنا بس كنا عايزين نفرفش شويه. طب كنت قولولي العب معاكم. الله انا مش فاهمه بقى، انت عايز تلعبي ولا مش عايز تلعبي؟ كنت عايزه بس الوش الخايب اللي انت كنت بتلعبه دي مش حلو، كنت خدوا وش العبوا بيه. ايه في ايه؟ سامع صوت؟ صوت؟ صوت ايه؟ في حاجة ورايا؟ في حاجة ورايا ولا ايه؟ ايوة مامي اهو. ايه؟ الامي تعالى يا وضع تعالى. طنطة كنابيس اهي، يلا خش بوسع من قورتها. انتظر الحذاء ضيق. اخلع اللي جابه امه. يلا انتظر يا سلومبي. يلا اني اعدية. يا نهار اسود. سامحيني يا مولاتي هشام. انتظروني. انا مين يريده؟ يا دي الليل والنهار والنسود والصواني اللي انا داخل خارج فيه. وبعدين يا جدعان في الكرافيك اللي انا عايش فيه ده مفيش مره اروح اضرب المفتاح يروح خارجني الكنز ويبقى الموضوع خلص كده. الله يخرب بيتك يا عم هريسه. والنور القاطع ده ايه؟ اه يبقى احنا كده في مصر. نور قاطع يبقى احنا كده في مصر. عزيز هو في ايه؟ الدنيا ولع. مع السلامة عليكم الأول. وعليكم السلام ورحمة الله. يبقى احنا كده في مصر الدنيا ولع ليه؟ أنا عارف. أنت بتشتغل ايه؟ أنا بالقافي حرامي. لا والله حرامي؟ أهي. بتاخد كام في الشهر؟ إيه؟ آه أنت ميزانية متوحة أنت. إيه اللي أنت لابسه ده؟ أنت بلياشتو؟ أنا إيه؟ بلياشتو. بلياشتو؟ اه بلاش. طيب بقول لك ايه والنبى حبيبي الملايين، انا شايف حاجه ورا ودنك كده وعايز اعرق دماغي. ما شفت السجاير بقالي بتاع شهرين من الكفار للثوره. حبيبي اتفضل. تسلم. سلام عليكم. انت ربنا يرزقك يا رب بالحرام. معاكش كبريت والنبى ازميل طلباتك كترت. امسك يا عم كترت. ايه وانت بتجهز عروسه؟ سلام عليكم. الف سلامه. نهارك ان شاء الله ازرق باذن الله. سلام. سجاير. برضه السجارة ما ولعتش برضه. أولع ازاي أنا؟ ممكن أولع لو سمحت؟ وقف عندك ما تتحركش يا مجرم يا عتيد يا بتوع الحركة والبركة والمركة. هننبهكم. اسمك ايه يا جدع انت؟ انا نندم انا ما عملتش حاجه والله. قدام يا حارق القاهره يا معتدي يا اسير. احرق القاهره ليه؟ اقرا حي القاهره. اقرا حي القاهره. نقطع لب الخلايا بتاعته. اقرا حي القاهره. اقرا حي القاهره. والصحافه صاروخ لك كده. اشاعات؟ ايوه واضح انك ضليع قوي. كله اشاعات في اشاعات؟ اه كله اشاعات في اشاعات والله. واسمك؟ اللي منور الجرانين. انا ما اعرفش. انا وقفت مع العسكري وانا خارج من الخرابه لقيت خارج من القاهره الحادثه وانا اللي حرق القاهره. ازاي ما اعرفش؟ وصورتك والشهود؟ ده بقى سرعه النت. الكيكا بايت عاليه هنا في قلب المكان عندكم. دي كلها اشاعات. كل ده اشاعات حضرتك سعادتك. ربنا اراد يكشف سترك. ليه بس؟ ده انا بريء والله. قول لي. نعم. اللبس اللي انت لابسه ده. حلو عاجبك؟ دي قرائن وهسالها لك. اتفضل. اللبس اللي انت لابسه ده. ايوه. اللي بيدل على زي موحد لحزب معين. نعم. اللبس ده. ايوه. بتاع ايه؟ ده بتاع البلاك بلوك. بلاك بلوك. بلاك بلوك. جميل. عظيم. اعتراف هايل. مدهش. رغم اني مش عارف معناها. ربنا يخليك يا سعادة الباشا. جل من اعطاك علم الشياطين. يا خسيع. خسيع. قول لي. اتفضل. تقول ايه على الدليل القاطع اللي هيوصلك لحبل المشنقة اللي انت متخفي من ورائه؟ ايه بقى؟ نعم. دليل ايه؟ دليل ايه؟
انا مش عارف حضرتك بتتكلم على ايه اصلا. دليل ايه حضرتك؟ ايه هو الدليل؟ ما تلفش وتدور عشان انا روحي بتلعب في مناخير. الف مبروك، ما شاء الله روحك كبرت وبتلعب في مناخيرك، ايه حاجه عظيمه. وتقول ايه في السلاح اللي لقوه معاك اثناء اشعال حريق القاهره؟ حريق القاهره؟ حريق القاهره، حريق مصر، مصر لكل المصريين. لا استوب موكشن بقى كده، ده ما ينفع. حريق ايه يعني؟ انا انت فاكر ان انا اللي كده قلب ان انا احرق بلدي، احرق مصر؟ ده انا ماليش عيش فيها ولا استحق اصلا ان انا اعيش فيها. انا عرفتك الذنب. انت من الفدائيين. فدائيين؟ انا احبكم فضائي واكن لكم كل احترام وتقدير. الله يخليك، الله يخليك. انا فدائي، انا فدائي، وكل اللي انا منضم ليهم فدائيين. واحنا كيف فدائيين برضك بنحبك وبنكن لك كل طراطيش. عارف؟ ايوه. رغم انك حارق البلد بره، ايوه، لكن ممنون منك. عارف ليه؟ ليه يا فندم؟ علشان شجاعتك واعترافك بحريق القاهره. سعادتك لو سعيد ان انا حرقت القاهره، انا ممكن اسقط لك بكره احرق مسجد السمان والجيزه وبني السويس والحتت دي يعني، لو حابب. مش عايز تحرق حاجه تاني؟ شوف انت عايز حاجه بحضرتك على حسب ما تحب حضرتك. انت على اتصال بمين في الخليه؟ اتصال بمين في الخليه؟ بالراجل صاحب المنحل نفسه. انت مش لسه قايل انت من الفدائيين؟ يا باشا انا بقول اي حاجه انت سعادتك عايزها. انت شفتك بتحب الفدائيين فقلت بقى فدائي فدائي، لكن حبي وفدائي. عايزني ابقى صهيوني؟ خلاص خليني ابقى صهيوني لو انت بتحب الصهاينه. شوف انت بس، شوف انت عايز اي بلد عايزني اركبها وابقى معاها، واخد بالك؟ بس المهم ان انا افك واخلع من هنا بقى. صهيوني؟ ايوه صهيوني. ده اعتراف هايل. امال ايه؟ ده اعتراف مذهل. امال ايه؟ مزعج. ايوه اكتب عندك. اتفضل. وقد اعترف المتهم، ايوه، بكل المنشورات، شوف، المنسوبه اليه. الله يخليك. بحرق القاهره وزود صهيوني. وفي الجيزه. نكتب له جيزه. قلنا هنحرق الجيزه وقلنا السويس. تعالى اقف جنبي قول المحضر اللي عايز. ممكن ممكن؟ ده محضرك. والله انا ما عايز بس اتقل على حضرتك والله، لا مؤاخذه عليك. اتفضل حضرتك. الله يخليك. بص هنا اكتب الجيزه، اكتب الجيزه. ايوه. وبني السويس. وخش بقى الاتحاديه. صح؟ ماشي؟ وعندك هنا رابعه ومدان عابدين. ماشي؟ اه كده خلاص. اه مرضي؟ اه كده انا مبسوط. اه في اي اضافه؟ لو ده شوف انت بقى استضيف حاجه انت ضيفها. انت اكتب وقد اقفل المحضر في تمام الساعه 7 و11 دقيقه مساء يوم ايوه 26 يناير ايوه يناير سنة 1952. لا والنبي 52 52؟ ايوه 52 52 52 لا ايوه اهو الملك فاروق جعفر اهو ما شاء الله عليه. طب ممكن في بياضه هنا ممكن اسجل فيها حاجه ثانيه زياده؟ اتفضل. هي صوت فقط. اتفضل. ماشي؟ حلو قوي. سعادتك وصلت ان انت قبضت عليا الساعه كام حضرتك قلت دلوقتي؟ 7 و11 دقيقة. وعدى قد ايه الوقت على الكلام بتاعنا؟ يعني يقول دقيقتين. دقيقتين يعني بقت كام؟ 13. حلو، ده بقى ميعاد هروب انا. الواحد مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. تعرفه؟ أعرفه. الله يخليك. بس حضرتك هيئتك ولبسك غريب خالص. يا عم بلا خالص بلا مالص.
هو ايه اللي حصل في البلد؟ ايه جهنم اللي ولعه دي وبني ادمين ماشيه عماله محروقه ومولعه في ايه؟ وحضرتك مش عارف ولا مستنكف؟ انا بيني وبينك عايز اتكلم فعلا في اي حته، استنكف في اي حته كده ومحدش يعرف مكاني في الهوجه اللي حاصله دي. الاذاعه والجرانين بيقولوا اللي حرق القاهره شخصيه وهميه تدعى الليمبي. الليمبي؟ وسمعنا ان الليمبي هو اللي يحرق القاهره كلها لوحده. عندك حق يا عزيزي، الحكاية واضحة زي نور القمر. أمال إيه؟ اللي ورا الحكاية دي القائد البريطاني البريجادير أوكسهام. طب والبريجادير أوكسهام دول علاقتهم إيه في الثروة؟ الثورة اللي حصلت في هنا؟ يا عزيزي أوكسهام هو رأس الأفعى. أيوه. أصدر أمر لوزير الداخلية. فؤاد سراج الدين باشا. بإخلاء سكنات الشرطة في العباسية. إخلاء سكنات الشرطة في العباسية؟ أيوه. أيوه مهم طبعًا يخلع سكنات الشرطة في العباسية. فؤاد باشا جن جنونه. أيوه طبعًا. واتصل بالنحاس. أكيد بقى عشان عايز يديله المواعين والحلل من عنده بقى وياخدها يخرجها قبل ما تتشقق بقى من العيال اللي هم البلطجية. ولا إيه؟ كلامك ورموزك يؤدي للمعنى المنشود. لا ما أنا ما أعجبك، ما أنا أصلًا خبيث، يعني عارف الحكايات بتحصل فيها ازاي. النحاس باشا رفض تسليم القناة. رفض تسليم القناة؟ والله عنده حق. بس كلام في سرك يا عزيزي. اتفضل. اللي حرق القاهرة؟ ايوه. الجماعة المدربة. ده كلاب دي ولا ايه؟ هما مش كلاب، بني آدمين بس زي الكلاب بالظبط. ايوه صح. حرقوا القاهرة لإحراج النحاس. خلص قلنا اللي جابونا ودينا عند زرزور بقى. بس يا عزيزي اللي هيصير فضولي. ايوه. حكم دار العاصمة. ماله بقى؟ مصمم إن الليمبي هو اللي حرق القاهرة. وبيقول هيجيبه اللي هيجيبه ولا في ايه يا عم؟ انت حاسس ان البلد كلها مستنيه الليمبي ده ما يجي يروحوا ملبسينه كل الحاجات دي وحاجه مدار عاصمه وتكسر عاصمه وانت شكلك اصلا مش من العاصمه وبعدين ده عصري غريب وانت غريب وشكلك غريب وعايز اروح المشوار الغريب بتاع امي اللي جابوني ده. انا هوصلك يا عزيزي بس انت خليك محله. حاضر محله وحاله يا حاله مروان كريم يا حاله. اتفضل يا عزيزي. الليمبي ده ايوه مخابرات الانجليز وراه. ايوه مخابرات الملك وراه. ايوه والبوليس السياسي وراه. ايوه يعني هيجيبوه يفرجونا هيجيبوه ازاي؟ يقابلوني يا عم الحاج وش كده في السيده بسن سنجت يا معلم اروح معلم على الارض كده واللي يعدي الخط الثاني يعدي بفيزا. اصحى اصحى يا عم الحاج ده انا الليمبي اللي انت مين؟ انت مين؟ انا مين ايه؟ انت بتقول انت الليمبي؟ يعني كلنا الليمبي كلنا الليمبي كشعب واحد يعني. ايوه يا عزيزي الثروه لازم تقوم على كده. عارف يا عزيزي. اتفضل يا عزيزتي. شمس الحريه هتشرق مهما طال الليل. هو انت حزب كنبه ولا حركه تردد؟ تردد. ايوه دي احزاب جديده دي ولا احزاب جديده لسه معموله. اتاسست امتى؟ ده وانا جاي في السكه من هناك من مصر دلوقتي. ومين زعيمها؟ لميس الحديدي. لميس الحديدي؟ ايوه. معرفهاش للاسف. شايف يا عزيزي اللي هناك ده؟ مين بقى ده هناك ده؟ هو ده قصر الزرازير. هو ده قصر الزرازير؟ عارف يا عزيزي؟ اتفضل. انا ممنون منك خالص. وانا شلتوت منك خالص والله. والله حضرتك المشوار ده طويل. ايوه طويل. وبيكلفني 5 قروش. لا والنبي. 5 قروش؟ بتاخدهم على حجر واحد؟ انت ظريف خالص. وانت خفيف خالص. دي حركة قديم. ده الفدائيين. الفدائيين؟ هو ده يا عزيزي قصر الزرازير. أنا ميمون جدا. أنا اللي ميمون ليك يا عزيزي. ميمون ربنا يخليك. ليه 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 يا ميمون؟ اتفضل. مع ألف سلامة يا عزيزي. أنا ميمون جدا من الفرصة دي. تعال. إيه؟ اتأخرت كده ليه؟ مش عارف هنا. يلا بينا. ايه الناس اللي بتجري دي؟ هم يا ام قطاطة اتأخرنا. ما انا جاي اهو، ده ضربة الدم لما تلودك. امين. يلا تعالى. قطاطة. بس مش هنا. هو انت هنا؟ لا 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 لا، انا مش هنا مش هنا. بس ده دراجة انت مش هنا. انت هنا. ما تيجي هنا. اجي هنا هنا فين؟ هذا فين؟ حصل ان انا مش في الفنة. انا حصل ان انا في الجنة. انت كمان مت ودخلت الجنة؟ اصبر. مت فيك من ساعة ما شفتك. يا عطاطة. اضربني في الاقلام.
يا قطاطة عاملني بعم اتلمي يا ولية عاملني بوقاحة يا وحش اتلمي بموت الوقاحة ما تشوهيش الصورة اللي انا واخدها عنك في دماغي قطاطة انت مش عارفة قيمة نفسك انت بتشوفي الناس وتفهميهم وتحكي عنهم وتحللي حياتهم وسلوكهم بعدسة خماسية الأبعاد العقل البشري لسه قدام قرون وقرون علشان يوصل لها بس انت مشكلتك في يعني في الكونتراست اللي في شكلك الخارجي وجمالك الداخلي وتيجي تزيد الطينة بلة تقوم تلخبطي علم الفلسفة اللي ربنا اداها جواكي ولا انت داريانة بيه يا اخويا ما انا واحد راعب انت ما وجعت دماغي ما تيجي اوريك اوريك الجمال اللي جوه اتلم يا ولية اضرب غطس فيك اوريك الجمال اللي جوه هو انا بكلم جاموسة الله الله خد هنا ايه ده؟ تجعجرة لولية كننت كتير غزة كتير من دار قلة أدب ودي هيدر حبيبتي فيه جعجرة يا جعجرة أما قطعت هو رايح فين؟ ايه ده؟ يعني ايه اللي شفت بيجري ولا ما بيتهجم عليا ازاي؟ ايوه شفت ده انت فرتك الراجل بس مش كده هو يعني ده كان عايز يمسكني في صدري وانا بجري وبس في بوقي ايوه شفته اما بيتك في بوق ايوه اما وانت واقف كده زي النطخ لا ما انا حوشته اهو دخلته جوه اهو امال ايه؟ ما انا حوشته جوه ده ضربة الدم من بطيتك بره من بطاطك أبيت إذا ده صاروخ يروح داخل فيك كده يفرتكتك في المعدة والفيسة وكله أبيت لأنا خش على السجن عارف رغم غباوتها أنا عندي إحساس إنها لازم تكون مظلومة مش عارف ليه أنتوا دورتوا في حاجة الراجل ده اللي اسمه عم صالح أنا أدور ليه ابنه اللي بيدور أنا ماله يا بني آدم أنت مش قلت إن ابنه ممكن يساعدك وفر خلاص خد ابنه وروحوا عند الراجل ده ودوروا في هدومه محفظته ورقه هي دي كل الحاجات بتاع المرحوم ايوه يا فندم هي ملحوظه صغيره يا باشا عطيه معاني وما اسمهاش ليلى يا هادي الذكاء ده يالا ايوه كده ساعدني لك مصيبه تشيلك امشي يالا الصف الاولاني ده يرجع ورا والتاني قدام يلا نفذ يا بيت نفذ اقعد قدام ايوه قدام بسرعه بسرعه يا اخي شرف 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 في حاجة يا باشا مالك يا شعبان ده انا بقول لك الكلمة مرتين وثلاثة وانت مش معايا خالص مالك النهاردة فيك ايه جرى يا جيجي ما احنا الاثنين قاعدين مع بعض اهو وانا قدامك زي الفل لازم تعرف طبعي من الاول انا احب اعيش في سعاده وفرفشه مفيش مانع يجي لنا شويه هموم في النص نخلص منها اوام ونعيش حياتنا سعدة قول لي فيك ايه حاضر يا حبيبتي هقول لك ويعلم ربنا ان انا ما كنتش عايز اتكلم معاك عشان ما اضايقكيش لكن ما باليد حيله الحسبه اللي انا كنت حاسبها في دماغي برمت مني على الاخر والقرشين اللي كنت محوشهم بعطروا يمين وشمال ما بين شوية ديون كانوا عليا والحمد لله سددتهم ما بين بعض أصحابي اللي كانوا عشمانين فيا واستلفوا مني فلوس ويا عالم بقى
هيردوها ولا لا. ده غير شوية خسائر هنا شوية خسائر هناك، وفجأة فجأة لقيت الدنيا كلها اتدربكت تحت مني، وما بقتش فاهم حاجة خالص. ياه كل ده يا حبيبي جواك ومخبي عليا. أيوة حبيبتي، حطي نفسك مكاني. مش سهل عليا طبعا إن وأنا ببتدي حياتي معاكي أمدلك إيدي وأقولك اديني، أنا محتاج، مع العلم إن المفروض إن أنا أعيشك برنسيسة مش محتاجة أي حاجة خالص. ينفع ده؟ طبعا ينفع. أيوة إحنا مفيش بينا فرق. أيوة حبيبتي، بس أنا كرامتي ما تسمحليش. هو في بينا فرق؟ قول لي أنت محتاج كام؟ حبيبتي ده مبلغ كبير قوي. ولا يهمك، اللي أنت عايزه. فرفش بقى. حاضر يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك. يا سمير، ما قلتليش إيه رأيك في البروكة دي؟ حلوة. رأي يا سمير، مالك؟ أنا عايز حقي في عملية قطع طعنة داير مليم. ومات الكلام. يا صالح ما تفتح. اهلا يا عم صالح. انا هقول لك يا باشا على كل حاجه، بس اضمن لي سلامه بنتي. اوعدك ان انا هعمل كل اللي اقدر عليه. سمير يا باشا. مين سمير ده؟ هو اللي فتح لي عينيا على شعبان وخيانته ليا وخطف بنتي من حضني ورميتي هنا في السجن. سمير هو اللي هيدلك على شعبان يا باشا. معلش يا باشا، انا اسف، انا شفت حاجه انا مصدقها لانه باين في عينيا جدا الصدق، وده نقدر نوصله ازاي؟ ممكن تسكت انت شويه ليلى؟ سمير ده نقدر نوصله ازاي؟ هو جاي لي بكره على الزياره. شكرا يا ليلى، اتفضل انت روح على الزنزانه بتاعتك يا بكير. ايوه يا باشا. وصلها. انت اكتب لي طلب استئناف وانا همضي لك عليه على طول، تقدمه للمحكمه. سمحت يا عباس باشا، انا كنت عامل كده من نفسي لان انا كمحامي مجتهد تفاصيل متعشقه في بعض، وانا كان ليا عتاب بسيط عند سعادتك. اتفضل. حضرتك كلمتني بشكل غير لائق قدام السجينه، لكن انا مش زعلان. صدق ان انا عايزك تزعل، لان لو صوتك عالي شويه احبسك. اطلع بره يلا، انا كل اللي يهمنا قضيه قطعت. حاضر حاضر يلا. حاضر حاضر يا سلطان المساجين، يا سلطان المساجين. مجنون ده ولا ايه؟ ازيك يا بكير؟ اتفضل يا ست لميس هانم، والله ده السجن كلها تنور وربنا. ازيك يا جدو؟ انت يا ابويا يا حبيبتي وحشتيني. عامله ايه؟ الحمد لله. كويسه؟ الحمد لله. في حد زعلك؟ لا. خدامه زعلتك؟ لا. عباس زعلك؟ لا. بكير زعلك؟ لا. الطباخ زعلك؟ لا. الخدامه زعلتك؟ لا. حد زعلك؟ لا. طب زعلك انا؟ بس يا حبيبي بتضحك على ايه؟ قطاطا بصي جبت لك ايه حبيبتي؟ يا حبيبتي اهي. ادي شوكولاته. شوكولاته فيها زبيب؟ لا مكسرات. مكسرات؟ ايه المكسرات دي؟ حلوه. ما تتكسرش يعني شوكولاته؟ انت بتحبيها؟ انا بحبها دي. طيب اسيبكم انا بقى للمشاعر الجميله دي واعمل تفتيش على السجن. قطاطا حاجات اللي على المكتب دي محدش يمد ايده عليه، ده حاجات مهمة، تسرقي حاجة تلعبي في حاجة أنا بقول لك. جدو بيهيف. أيوة جدو بيهيف. جدو بيهيف وعقلي يسكن بيهيف. اتفضل يا باشا. أمال ده هو اللي بيسرق كل حاجة يا عباس؟ يلا بكير. ومصعب وأنت عباس. عباس فين؟ مشي 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 مشي. عباس فين؟ مشي مشي. عامل ايه؟ الحمد لله. كويسة؟ حسيت البنت النموشة. حاولتي كمان يا قطاطا قوي. طب تعالي بقى نقعد هناك. هناك يلا. عشان عايز انزل احكي لك الحدوتة. يلا. يلا. استني. تعالي. بس هتاكليني شوكولاتة؟ اه يلا. استني بقى. براحة براحة يلا. نجمة. يلا. انت فين؟ انا هنا انا هنا يلا. يا قطاطا حرام عليكي بقى. نجمة. يلا. يلا. أخش كده؟ أيوه عشان تاكلي الشوكولاتة. أيوه. أي 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 بس يلا تعالي. يلا بقى عشان تقولي لي. أيوه. تحكي لي إيه اللي حصل؟ أي براحة براحة. أنت يا قطاطا براحة. حبيبتي يا قطاطا وحشتيني. أنت كمان وحشتيني. يلا بقى احكي لي إيه اللي حصل؟ هتفرق إيه؟
اللي حصل في الليمبي. الليمبي يا حبيبي اهو جاي لك اهو جاي وما عايز الكلاوته. سندوني على مالك. انزل ما تخافش. انزل ايوه بس سيب نفسك. سيب نفسك ما انا مش عارف امسك نفسي. سيبني انت. ما سبتك. ايوه متشكرين قوي اخويا متشكرين قوي. الله يخليك يا ليمبي. ايه ليمبي؟ ليمبي ما انا هنا اهو يا عم هريسه. اعرف فين؟ ما مين اللي ساحبك؟ اصل انا اديلي كام يوم كده بيجيني غيبوبه. ايوه ما ببقاش عارف اللي ورايا من اللي قدامي. طيب يمكن دايخ اجيب له نبوت العسكر. تجيب له ايه؟ نبوت العسكر. نبوت العسكر؟ لا والنبي والنبي عود يا اسمك ايه بقى؟ مش وقت اسمك ايه والكوارع اللي منزقه ايدك دي؟ اهدي منها شويه. ايه عاجبك كده؟ عاجبك؟ انا فعلا محتاج لواحد من نبوت العسكر. نبوت العسكر؟ تصدق ان انا غلطان ان انا بتدخل في العيله دي؟ يا سلام هيرجعني الذكريات الجميله انا وصلاح. انت وصلاح؟ صلاح مين؟ ستك. ست اسمها صلاح؟ ليه وانت كنت متجوز احد العسكر ولا ايه؟ اصلها كانت وحيده على سبع بنات. وحيده؟ يا ست الراجل ده بيخرف ولا ايه؟ وحيده على سبع بنات ازاي؟ لانها ما كانتش حلوه قوي زيهم. ايوه فكانوا خايفين عليها من التلف. من التلف ولا من الحسد؟ اكيد خايفين من الحسد صح؟ ايوه. طب والسبعه التانيين راحوا فين؟ تلفوا. تلفوا طبعا فخفتوا عليها فسميتوها صلاح. يا سلام. ايوه كنا نقعد تحت الشجره اللي ورانا دي. يا عم شجره ايه ده؟ بقى عرش موجود عندك عرش اهو. قبل العرش ده ايوه كان في شجره وكان جنبيها ذكر بط لسه سايبينه لحد دلوقتي. شجره وذكر بط؟ ماشي 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 خرف يا عم هريسة. ايوه بعدين كان شاهد على حبنا ذكر البط صح؟ ايوه هي تحدفني بنبوت وانا احدفها بنبوت. سلام ونقعد طول الليل نضرب بعض بالنبابيك ونقوم الصبح دمنا سايح. هو ده الحب الحقيقي. يا سلام يا عم محمد يا فؤاد. لمبي. ايوه لمبي لفني. الفك فين؟ في سجاره؟ لفني ناحية العرش. حاضر. يا مملوك هضبة! يا رجال المملوك هضبة! هريسة أبو الليف في النزع الأخير والليمبي جوز السلطانة شجرة الرز مهتم بأمره. جرى يا رجالة! إحنا هنسيب هريسة يموت كده بسهولة بعد ما فلسنا وخد فلوسنا من غير ما نعرف مكان الكنز فين! أنا عندي فكرة أبو هندمي. قول. أنا حاسس إنك هتقول لنا حل. إحنا نروح كلنا كده بصحبة السيد هضبة ونفادئ هريسة ونكتم على نفسه لحد ما يقول لنا مكان الكنز فين. الراجل بيقول لك بيموت هنهب فيه اكتر من كده يا بختي. الله وهنعمل ايه دلوقتي يا سيد هضبة؟ الله يخرب بيتك. اهدى يا مسرور انا عندي الحل. ايه هو؟ اكيد يا اخوانا هريسه قبل ما يموت ويتفلسع من الدنيا هيقول برضه مكان الكنز للليمبي جوز الست السلطانه شجره الرز. يا سلام يا سلام يا سيد هضبة. والله كلامك احلى من لقمه القاضي يا سيد هضبه. يا سلام كلامك لوز مقشر. يبقى المفروض يا رجاله نراقب الليمبي دوت على طراطيف ايدينا من غير ما يشعر بينا خالص لغايه ما نعرف مكان الكنز فين وساعتها اخده لوحدي. ايه قصدي يعني اخده لوحدي وارجع نقسمه على بعضينا بالتساوي. الله الله كلامك احلى من ام علي. كلامك مكسرات. يبقى على بركه الله. مين بقى رجالنا اللي المفروض نراقبه من غير ما يشعر بينا بتاتا؟ الليمبي جوز السلطان. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي جوز السلطان. يلا بينا يا رجاله. على فين؟ الله يخرب بيوتكم. انا بقول ايه من الصبح؟ على هريسه نتسلط عليه وهو بيقول سر الكنز للليمبي جوز السلطان. هيا الليمبي جوز السلطان. هيا الليمبي جوز السلطان. قول لي بقى والنبي ليمبي. ايوه قرب مني. حاضر. قرب كمان. نعم قرب كمان يا بخيل. انت عايز ايه مني؟ انت عايز ايه مني؟ الوضع ده مش حلو. قول لي الكنز فين وما تزننيش وما تستغلش الفرصة. اديني ودي
اديك ودني. اديني ودني. اه ودني. مكان الكنز. كنز؟ اه اهو انزل انزل يا جدو انزل في امان الله. سعد بقى يقول لك ده كربات فين هنا؟ الأمير تربان مات. وأين الأميرة شجرة الرز؟ في الكشري. خلاص ماتت أخرى. قعدوا يضربوها بالبباقيب لحد ما حذفوها من فوق اللي ماتت. وأين الأمير عمر الدين خشاف؟ كل سنة وأنت طيب بقى. اتلهف على المائدة مات راخر برضك. نحن نرفض هذا الكلام. ترفض إيه؟ أنت تقدر تبودع؟ إذا أردتم أن تسلموا سلموا تسلموا. تنعموا بالغذاء والراحة والأمان. تدفعون الفدية ذهبا. مفتاح كنز هريسة معلم. أما إذا لم تدفعوا فسوف نسحق نساءكم ونستبيح أطفالكم. تدعوهم شالنبي. دول كذابين كذابين. أي بلد بيمسكوها بيخربوها بياكلوا خيرها. ما بيعملوش أي مصلحة للشعب. طبعا الخرفان بتاكل أي حاجة قدامها. خضرة ناشف يابس أي حاجة بتاكلها. خرفان ماء ماء. هذه رسالة التتار أريد ردكم. ده ابنك ده ولا إيه؟ ابنك ولفه ولا إيه ده؟ ده إيه دي؟ خد الرسالة أهو، إحنا موافقين. إين؟ لا استنى بس يا عم أنت، استنى يا عم يعني حماسة صور وخلاص. الله، أنت بتبوظ البيعة دي، ده كان الخروف الكبير أهو بتاعهم واقف وبيديك الحاجات بتقول لك الشعر. هياكل وهيشرب وهيتهنى هيبعد بقى انت مش كده يا ست السلطانه؟ ايوه اهو شفت بنتها ردت عليا من جوه. هي بص طالما انتم ملتزمين بالكلام ده خلاص احنا بقى الشعب ياكل وينعم بقى. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا لمبي؟ يا عم اللي انا بقوله ده صح؟ ما ينفعش. هينفع اي مجاعه في البلد هتحصل؟ الخرفان على قفا من الجيل هيتباع لك اي خروف من الوافين دول والناس تاكل بقى وتزعطط بقى وكل سنه وانت طيب بقى. ما ينفعش يا لمبي، لازم نحاربهم نبيتهم. تبيد مين؟ دول يتاكلوا مش يتبادوا. امسك بص اقول لك على حاجه، انت اتصرف انت شكلك قائد عظيم. انا هستاذن حضرتك مش خاطر عندي ميتنج دلوقتي، اوكي؟ يلا بينا يا عم. يلا. يلا يا ريت تجري. اجري يلا. يلا. اوف 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 بقى. وقف بقى خلينا نركز بقى. ايه اللي دي فيه؟ احنا بنهرب دلوقتي. طب يلا بينا. يلا بينا ما تقعديش تقولي فيه ومش فيه حاجة. يا راجل يا مان. يلا ده النوتة. يلا خلاص. استنى هنا استنى استنى استنى. باب الكنز. بص بقى بص بقى زنوتة. بص يا زنوتة يا حبيبتي، دلوقتي هما هيجوا يخطفوكي، انت تعتني العرش وحكومي بالعدل واسترجلي شوية في الله. العرش العرش من غيرك ما يسواش يا لمبي. ما انت بتقولي ده ما ينفعش خالص في الحكم على مصر. الصوت ده يحكم مدرسة ثانية يا بنات. فاسترجلي كده وخليكي جنب راس هما. ها هو لمبي. ها لمبي ما تسيبنيش يا لمبي. ما تسيبنيش تعالى تعالى يا بنت. اوعي تعملي وانت بتحكمي تعملي كده. انا بحبك انا بحبك. والله بص هحطك ده فوقك. يلا خلي بالك من نفسك.
رب ما بلاقي نفسي عند الفراعنة يا رب. أنا سامع صوت كركرة ومية وشيشة. الناس قاعدة بتشيش. اول بحر ده بحر اليونان ولا مرسيليك؟ ايوه يا جدعان، واضح ان الحجرين تقال. احنا في اسكندريه يا جدع. لا والنبي احنا في اسكندريه. اسكندريه مريه. اسكندريه يعني بيني وبين السيد زينب ساعه ونص بالديجو، سبع راكب واخد الكنز واخد ابيعها. ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ابني كان عندي زف البحر امبارح. وانا برضه بقول الحجرين تقال. جمبري. ايوه يا اخويا، احنا سمعنا ان جايلك رحله من مصر. دلوقتي هلو اجيب كرسي شمسيه. شكرين يا اخويا. هيو على تقل دمك. يا مين الولد الغريب اللي بيصطاد عندنا ده؟ يا مين الولد هو جاي يصطاد عندنا في حتتنا ليه؟ يا حق صحيح، جاي يصطاد في مكاننا ليه؟ انت ولا مشي من اليمه دي؟ الله، امشي من اليمه دي ليه يا عم الحاج؟ انا واقف هنا فرض الحكومه. لا يا عم الحاج يا خفيف، دي مش ارض الحكومه، دي بحر. ايوه برضك بحر الحكومه، ولو عندك حاجه عملها بقى يا عم الحاج. هو الولد ده مفيش حد مالي عينه عليه. ده انت اللي عامل لي فيها فرطه قوي. ماشي يا ولا، ما تلم نفسك بدل ما تزفر الرمله بدمك. الله بتعمل اللي انت اللي انت ناور فيهم يعني؟ يا ابني ايه يا ديار؟ ايه يا ده انت متعسى يا راجل ولا ايه؟ بقول لك نزل ايدك بدل ما نعملوها مال. اعملوها جنب الحيطه احسن يا ياض. يلا قدامك ايه؟ لا مش كل واحد يجي يعمل علينا رئيس، كفايه علينا واحد. على قولك الولد ده بيفكرني بمعلم سنجاري، كان جاي كلب لحد ما كبر دلوقتي بقى رئيسنا. مين عكشينا على رئيس سنجاري؟ طب انا معايز اللي انت بقى. مين يا رجال؟ اوعى منزلين. يا ابني انت مشكلين يا معلم سنجاري على اللبس اللمبوطي ده. مش احسن من الكومبين اللي كنت لابسه؟ انت ايه ده، شغال منبه ده ولا ايه؟ فهمني بقى ايه القصه؟ الولد ايه؟ لا استنى بقى، استنى، انت هتقول الولد ايه؟ استنى شويه بقى، انا اللي هحكي القصه من الطقطق لحد مع السلامه عليكم. دلوقتي الناس دي كلها نفر نفر، دول عندهم حق. ليه بقى؟ ليه بقى الناس دي ليها حق بقى؟ لأنهم قالوا على سعادتك إنك أنت الرئيس سنجاري كلب. الرئيس سنجاري كلب وفضل يسحلب ويتدحلب ويتمحلب ولحد ما وصل وبقى رئيس المركبية هنا، بس إحنا لازم إيه؟ نعمل ثروة ونرجعه كلب. إيه الكلام ده يا رجالة؟ الولد ده بيقوم علينا يا رجالة، هو اللي بيشتمك يا معلم الصبح. انت بتسمني يلا نبو المصحف يا معلم سناره. انا ما شتمتش حد، هم اللي قعدوا يقولوا عليك ان انت كلب وابن كلب، قعدوا يشتموا المصحف اللي بالسيده زينب. والله الولد ده شكله لقطه، هو ده اللي بندوره عليه. انا مستغربك يا عبده، الولد ده يلزمك في ايه؟ بعدين هتفهم، بس من امتى انت بتفهم؟ ما تخلينيش اغير منك يا عبده. تعالى معايا. يلا يا اخويا. والله العظيم انا بريء، والله العظيم ثلاثة. بس يا رجالة، أنا عرفت الولد مين. الحمد لله أهو، ربنا يبارك لك يا رب.
الولد ده اللي حرق مركب ابو عصليه اول امبارح. الله يخرب بيت امي اللي جابك ورا ظهري. يبقى انا ودوك كراكون. يا عم انت ما تتكلمش خالص انت بقى. نزل ايدك يا علي. اخبك ايدك بقى. الله. يلا بينا على كراكون يا رجال. يلا ما تبعيش يا ابني انت بقى. يلا يا حسن. امشي قدامي يا ولد. امشي قدامي. يا انت بقى امشي قدامي. ده حلو قوي قوي اللي حصل ده. يا عم يا عم والمصحف انت اللي بتعمل يا عم والنبي يا عم انا مش زينة والمصحف انا مش زينة زينب. ايوه يا جدعان ما تخافش يا جدع لو انت مصدوم انا هطلعك. مصدوم ده ايه يا معلم سنجاري؟ بيقول لك هو اللي حرق مركبه بعسليه. اصلية مين يا عم انت؟ يا جدع ما تفرجش خدلت ايدي الظابط ولا يقول لك كنت مصدوم ولا لا؟ شكله بيسيح علينا. يا عم بس ما تقول حاجه للنبي بقى. الولد على حق. اهو النبي على حق سيبني بقى. اصلا مش من هنا ومن السيده زينب وجاي غلط في مفتاح وفي باب فبخش وانا بدور اصلا على واحد اسمه عم هرسه. الولد ده شكله صابي ورد سجون. يا عم ما تقول كلمه لله يا ابني يا اخي. الولد على حق. على حق بقى يا دي امشي خدلت ايدي. يا عم انا مش عايز اخش جوه ولا حاجه. انت خدت على ولادك. يا جدعان مش كويس كده يا جدعان. يا ولاد دواء الاعصاب يا فندم. متشكر يا غريب انا اخدته. دواء الصرع يا فندم. ربنا يخليك يا حبيبي اخدته فعلا اخدته. ده دواء التشنجات سعادتك. انا ما اخدتوش ده. مش عارف من غيرك انا كنت هعمل ايه. دواء يا عم انت يا عم يا عم انا خلاص. الولد ده اللي حرق مركبه عسليه. الولد ده اللي حرق مركبه عسليه. امنع الكلام. خلاص؟ مفيش احترام للمكان اللي انتوا داخلينه؟ مفيش احترام للرتبة اللي كانت قاعدة على الكرسي ده دلوقتي؟ بنظام بنظام أعصابك يا فندم أعصابك. خلاص يا غريب بنظام احكولي ايه اللي حصل؟ الولد ده ولا حاجة ما بعملش ايه؟ ولا انت ما تغلس؟ امنع الكلام وإلا قسما بالله أهو. حاضر يا باشا حاضر يا باشا حاضر. بنظام احكولي الولد هو اللي حرق مركبه بعسليه. يا عم ارحم اللي جابه ام بقى. الولد ده على حق. انا شفت بقى على حق والنبي يا غلبان امال ليه في اي حاجه؟ انا مش سيده زينب اصلا والله وبعمل طعميه. امنع كلام. انا مش منال والله. امنع كلام. ما تستعطفنيش. لا والله ما استلطفكش والمصحف والله ما بستلطفك. ولا مش انت المرشد الجديد عندنا هنا في القسم؟ مظبوط. وكمان طلعت من البوليس السياسي. الولد ده على حق. شفت بقى على حق والله. لا كده المسألة وضحت على الآخر. فضولي بقى المكان ده كله. غريب فضيلي القاعة. شو قدام يلا بره. باخد اقف مكانك اثبت جوه كما كنت كما كنت. لا هو مش طب ولا لا كما كنت ودخل جوه. لا 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 حاضر حاضر اثبت حاضر لما اقعد حاضر اتفضل اتفضل تعال اقعد حاضر استناك كتير لا ولا 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 قوم قوم لا نهزر اقعد حاضر اثبت مكانك حاضر كما كنت حاضر اقعد اقعد حاضر ده احلى ده في سفنك كتير في سفنك احلى صوت الباشا انا مش من هنا انا اصلا من سيده زينب وراجل بعمل طعميه وعلى باب الله بدنا انت مش واخد بال حضرتك انا اصلا جاي من عند الكفار وكان في فتحه بالمفتاح وفتحت باب ونازل من عند التراب استنى نعم انت كنت جاي من عند مين انا كنت نازل في المقبره انا وبسبوسه وبعدين فتحت الباب فجاه لقيت نفسي في قلب السحره وعند ناس كفار في قلب ايه؟ في قلب السحرة. احلى خمسينة لحبايبنا اللي حارسين المينا. جرى يا عمنا؟ ما قلتلناش. الولد الليمبي ده ميته ايه؟ حلوة ولا حادقة؟ الولد ايه؟ بيشرب ميات طازي، ما عملوش حاجة. اشتغل عليك. يدوم الواجب ابو الشنبات. انت تؤمر يا حليم من عينيا من عينيا بس انت عارف ان الحال ضيق بس انا هتصرف ولا يهمك قريبه ولا بعيده يا جدع رقبتي ماشي يا حليم
بيعذب الناس. الولد الليمبي ده طلع قشر بياض ملوش في أي حاجة. براو عليك يا واد حليمه، خلي بالك الولد ده يخصني. بقول لك أنا حليمه، هو خارج امتى؟ في ديلي على طول. الله، امال هو فين؟ ما تلخبطوش يا عبده، قصدك ديلي ولا الولد الليمبي؟ يا عم قصدي الليمبي. جاوبه جاوبه. بقول لك ايه، ما تاخدنيش في ربع ونص وتقول لي ديلك فين الحلاوه يا عم عبده. من عينيا، بس زي ما انت شايف الحال ضيق شويه دلوقتي، بس انا هتصرف. بقول لك يا حليمه، انت تطلع على البوزه دلوقتي تقربع على قد ما تقدر والحساب عندي. يا دوب الوجبه بابا بديعه او النبي، احسن الواحد على لحم دماغه من امبارح. بطل لحم دماغك على قد ما تقدر يا عم. يلا يا دوب بابا بديعه، يا دوب رجاله. بقول لك ايه؟ ايه؟ الولا حليمه ده لازم نقتلوه. يا عم ده ولا غلبان، انا هستناك في الحنطور. والله ما حد عايز القتل غيرك. وانت كمان يا ابو وديعه لازم نقتلوك. بس بقى فانا ايه لما حصل ان انا بقى خرجت من عند فتحيه وجريت والعموم داخلين ولا عند الباب وقلت لك الباب ده وجه منين؟ فخرجت الناحيه التانيه قابلت مين بقى؟ قابلت شجره الرز اللي هي بيقولوا عليها شجره الدر، بس هي كانت مستنقره الظاهر في الشخصيه هناك عندهم في البلد منت كده، فبس عرفت. وخرجت بعدها بقى لما طلعوا يجروا ورايا رحت داخل على من عصر دمشواك على هناك عندهم في قلب هملت. وانا مبسوط ان انت رافع السماعه عشان ما حدش يزعجنا في القعده الخلويه اللي احنا قاعدين فيها دي. غريب غريب. تمام يا فندم، مسكوا الواد اللي حرق مركب ابو عسليه والولد ده بريء. شفت بقى، انا والله ما انا بقول لك انا بريء، انا بتاع طعميه اصلا يعني. افرج عنه يا باشا. يا سيدي خليه هو اللي يفرج عني. افرج عنه عشان اعصابك. لا خلاص غريب، خد انت القرار عشان انا منهار. يلا قوم قدام. قوم ايه؟ قوم امشي قدام. على النعمه ما اسمعها الا من بق الباشا يقول لي امشي. ما هو